الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كورونا كان له تأثير كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة، واللي ساهم بزيادة عدم المساواة والتمييز واستثناءهم من عدة قطاعات أهمها الخدمات الصحية، نظام التعلم عن بعد، خسارة فرص العمل وتدهور نظام الدعم الاجتماعي. تبين أنه في أشخاص ذوي الإعاقة هن معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بفيروس الكورونا أو لإظهار عوارض أخطر بحال انصابوا، مثل يلي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي أو يلي بيعتمدوا على طريقة اللمس للتكيف مع البيئة المحيطة أو يلي هن بحاجة لمساعدة يومية من قبل أشخاص آخرين. كمان عم نشوف نقص بالمعلومات عن الوقاية تقدر توصل بطريقة ملائمة ومكيفة للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم مع إطلاق حملة اللقاح ضد الكورونا، مع أهمية تحديد الأولويات للفئات الأكثر حاجة إليها، بهمنا نشدد على فكرتين: أولاً عدم إهمال وتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم عن عملية التلقيح على أساس إعاقتهم. ثانياً الحرص على عدم الربط بين الإعاقة والمرض والترويج لمفاهيم طبية مغلوطة، من الادعاء بأن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم ضعف بالمناعة. بناء على هالشي ندعي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية واللجنة الوطنية الخاصة بجائحة كورونا إلى إعطاء الأولوية في عملية التلقيح للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والجسدية الشديدة وذوي الأمراض التنفسية والمزمنة والاحتياجات الصحية المعقدة. 2- ضمان إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين أولوية الحصول على اللقاح ضمن مجموعاتنا العمرية. 3- التأكد من أن منصة التسجيل للقاح سهلة الاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه مراكز التلقيح يمكن لها الأشخاص الوصول إلى والتنقل فيها بسهولة واستقلالية. 4- التأكد من أن المعلومات الصحية حول اللقاح واضحة ومتوفرة بطرق مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من إعطاء موافقتهم على عملية التلقيح. 5- ضرورة تصنيف البيانات المتعلقة ببرنامج التلقيح بحسب العمر والجنس ونوع الإعاقة. تذكروا دايما أنه حقنا بالبقاء بيفرض حقنا بالحصول على اللقاح.